اوديت سيرتيفيكت لمين؟ يعني لشخص ولا لشركة؟ عشان هتفرق. لشخص. بص يا سيدي، في عندنا اكتر من شهادة للاوديت، في مثلا كواليتي اوديت وفي انترنال اوديت، في مثلا الانترنال اوديت، هل ان حضرتك بتبقى اوديتنج، بتعمل اوديت على الشركة داخليا، وده ممكن يحصل عن طريق شهادة اسمها CIA اللي هي Certificate Internal Audit، وفي حاجة تانية بتبقى مالية اللي اسمها CMA، وفي أكتر من نوع من المراجعات الداخلية. فلو حضرتك عاوز تشتغل تبع للشركة عندك، بس تبقى ليك ديبارتمنت مختصة بالإنترنال أوديت، فدي شهادة منفصلة تماما ملهاش علاقة بالدوكيمنت كنترول.